مرحبا، يعطيكم العافيه وسلام للجميع. اليوم انا وعمر. كيفك عمر؟ كويس الحمد لله. شو اخبارك؟ كويس. تعرف شو بدنا نسوي اليوم؟ شو احكي لهم؟ يعني حطينا كل هذول الباكجز البلاستيك على الارض، اثنين تو لاينز اول ذا واي لهناك، فبدنا ننط عليهم نسوي زي مسابقه ريسنج عشان انا اروح وهو كمان وعمه كمان يروح، بعدين لازم نروح to all the way to the end. اوكي. Before the other person. طبعا هو القصة شو؟ بكل باكجات امازون بيجيك شغلات هيك اللي هي فيها هواء، بابلز هاي فيها هواء، فهاي جمعنا منها هاي الكمية اللي انتم شايفينها حطيناها على الارض. وايش حنسوي هلا؟ حنشوف مسابقة اللي بركض من غاد وبخزيهم كلهم، والشرط في المسابقة انه نعمل تشييك كم وحده بتضل، كل وحده ناقص 1 بوينت، كل وحده بتضل مش مخزقه ناقص 1 بوينت. ار يو ريدي؟ طيب يلا احنا بنحط ويا بدنا نروح للغاد. يلا تعال يلا ريدي جو. كل وحده مش مخزقه 1 بوينت. نجرب نشوف كم واحدة مش في خزة عندك عمر. يلا تعال. واو، شوف هون قديش فيه. هاي واحدة، لا هاي واحدة، تنتين، ثلاث، خمسة. اشوف عندي هون هذول تبعوني، واحدة، تنتين، فايف تو، سوي غاد، ثلاثة، ستة، روح، هاي أربعة عندي، أنت عندك ستة صح؟ خمس، سبعة، أنا خمسة، عد عندك وأنا عندك، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، احداش، اثناش، شو عمر؟ أربعة وعشرين. هاي هو عنده 24 انا عندي 12. يمكن الوزن، عمر وزنه اقل. فانا فزت. يلا نلملمهم عشان نعملهم ريسايكل. شكرا على متابعه الفيديو. اذا شفتوا اللايك الله ياكو، شفتوا الشير شيروا، واذا شفتوا سبسكرايبوا. وسلام للجميع. كانت مباراة صعبة مع عمر، لكن عمر كان شاطر. مجهزينهم طبعا كل هذا الموضوع عشان نعملهم ريسايكل كويس ونحطهم جوا الريسايكل. يعطيكم العافية، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو. نشوفكم مرة ثانية. سلام.